احنا هنا في البيت الكبير وعدناكم اول يوم ان احنا دايما هنكون قريبين منكم، والحقيقة انتم كجماهير انتم دايما السند وانتم دايما الدعم لكيان النادي الاهلي. والحقيقة كمان يا كابتن عايزين نقول حاجة مهمة جدا، انه لولا الجمهور ده والدعم ده من الجمهور احنا ما كناش شفنا يعني كم البطولات ولا دولاب البطولات اللي احنا مش عارفين دلوقتي هنحط فين درع ال 42. بس احنا هنوسع الدواليب ان شاء الله لغايه ما تاكلوا المدخل النادي الاهلي كله. قالوا لك طيب في توسيع كبير جدا في الدولاب ان شاء الله عشان البطولات اللي جايه. طمنتني ان شاء الله. احنا قريبين من الناس، لازم تعرفوا كده كويس، انتوا المحرك الاساسي للبطولات اللي زي ما قلت لولاكو ما كناش هنشوف دولاب البطولات ده. دولاب النادي الأهلي مليان على آخره، وكان لازم ان احنا ننزل بكاميرا البيت الكبير علشان نشوف الناس قالت ايه ورأيها في اللقب الاستثنائي ده، دوري مؤمن زكريا ال 42. انتوا قلتوا ايه؟ شوف موسم صعب وموسم استثنائي، كان ماشيين في الدور الاول بشكل ممتاز جدا، فايلر كان عامل اداء قوي، كانت كل لعيبه في الفورم، بس للاسف من بعد الكورونا كله في التوب فورم، يعني في كيرف كده، بس الحمد لله حققنا بطوله الدوري وده العادي دي حاجه طبيعيه طبعا، واحنا متعودين على الفوز على طول، ودي حاجه مش جديده على النادي الاهلي ورجاله النادي الاهلي، بس طبعا استثنائي بالظروف اللي مرت بالدنيا كلها مش بالنادي الاهلي بس، لكن ان انت تحافظ على المستوى ده وبالاداء ده مش زي ما ختمنا الدور الاول، ولكن انك تحافظ وتقدر تستمر في الكلام ده وتحقق بفرق نقاط كبير، لا دي حاجه كويسه طبعا تحسب النادي الاهلي، ودي مش حاجه غريبه على شخصيه النادي الاهلي. النادي الاهلي طول عمره معودنا ان احنا ناخد الدوري قبلها بفترات، الا بعض المواسم القليله قوي اللي احنا كنا ايه بنستنى للايه للاخر. حاجه طبيعيه يعني للنادي الاهلي، مش حاجه جديده عليه، أكبر نادي في أفريقيا وفي الشرق الأوسط وفي مصر. هو النادي الأهلي معروف عنه إن هو دايماً استثنائي، وكابتن محمود الخطيب ما شاء الله عليه عامل شغل مجهود كويس في النادي، وده حاجة مش مستغربين عن النادي الأهلي. العادي بتاع الأهلي الدوري كل سنة، يعني ده الطبيعي من ساعة ما أنا اتولدت يعني لغاية دلوقتي، ومبسوط أكيد، بس يعني الأهم أفريقيا أكيد، ويعني دوري حاجة أساسية، المهم أفريقيا وهنتبسط إن شاء الله تاني. ريحنا نفسنا أكتر ما نخش بقى، يعني قبل أزمة كورونا وقبل الكلام ده ريحنا نفسنا كتير، إن إحنا واخدين بونت كتير قبل ما نخش في الأزمة، يعني حاسمينه من بدري، بنقطع المنافسة من بدري، الموضوع بالنسبة لنا بقى إلى حد ما بننافس نفسنا بقى لنا كتير، يعني الموسم اللي فات والموسم اللي قبله والموسم اللي قبله. ألف مبروك، لعيبة تستحق يعني. الفرح نمرة 42 مش البطولة نمرة 42. يا ربنا يفرح الأهلي. بطولة الدوري طبعا دي الأساس في الرياضة، هي بطولة الدوري، يعني بعد كده بقى كاس أي حاجة تانية. احنا طالما الدوري في الأهلي يبقى الأهلاوية كلهم وكل شعب مصر مطمئن.